اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين مع برنامج محور اهتمام. النهارده بنشارك حفل تدشين نادي ليفلز اف سي من نادي الحرس الجمهوري، ونطلع فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. الصراحة النهاردة يوم سعيد، شايف إنجاز حقيقي على أرض الواقع من قائد شبابي متميز، قائد ما نجحش من فراغ، قائد تعب اشتغل لقى بعد ما اشتغل، بيتميز بصفات كتيرة جدا، مش عشان هو أخ ليا وصاحب، لا دي حقيقة فعلا، بيحب يسمع كويس جدا. الكابتن سيد عبد العزيز معتمد اعتماد كلي وكامل على العمل الجماعي، وبحس بيه في روح كده الامل والتفاؤل والاجتهاد، وعشان كده ربنا بيكرمه وبيكافئه. ان شاء الله باذن الله نادي ليفلز هيكون، وده من وجهه نظر البسيطه، انا راجل سياسي وشعبي مش رياضي، بس انا يعني شايف الموضوع من بعيد. ان شاء الله نادي ليفلز ده هيبقى قناة نعبر بيها لكل طموحاتنا وأهدافنا. إن شاء الله نادي ليفلز هيبقى منطقة جذب لكل اللعيبة وكل المدربين. أنا بتمنى كنائب إن هو يبقى في قنوات تواصل فعالة ما بين المواهب المدفونة ونادي ليفلز، وده اللي بيتميز بيه كابتن سيد عبد العزيز، وأنا قلتها في كل الاجتماعات إن هو بادئ من تحت لفوق مش من فوق لتحت. لكن بقول لكابتن سيد، يكفيك حب الناس، يكفيك الكلام والمدح والثناء وانت مش موجود في ظهرك، فدي حاجه كفايه جدا. وعايز اقول تاني ان وجودك بشخصك، وانت مش غريب على الرياضه المصريه، انت كنت لعيب كبير يعني، وجودك ودخولك في المجال الرياضي ده مكسب كبير للرياضه والكره المصريه. واللي انا شايفه واللي انا عارفه ان شركه ليفل او نادي برضه ليفل اتولد كبير واتولد عملاق، باللي انا شايفه واللي انا عارفه، وان شاء الله تفضل كبير وعملاق، ونبارك لك ان شاء الله على وصول الدوري الممتاز ان شاء الله. شكرا. يمكن انا مش هضيف كتير عن الكلام اللي اتقال من القامات اللي موجوده، ولكن في جمله عايز اقولها. ممكن في احد الجلسات مع الكابتن سيد عبد العزيز قال لي كلمه، قال لي انا عايز نادي ليفلز يكبر صح، مش يكبر بسرعه. يعني اللي بيكبر بسرعه ينزل بسرعه، لكن اللي بيكبر صح بياخد فتره كبيره جدا في الاستمراريه، وده كان واضح في كلامه لينا ودعمه لينا. احنا في بدايه يعني حطينا حجر الاساس للنادي. احنا كمجلس اداره مبسوطين جدا بالتيم اللي ربنا كرمنا بيه يعني ان شاء الله، وهدفنا يعني هنتكلم نقطه صغيره كده على هدف النادي. احنا يعني اول حاجه احنا عايزين نبني نشا، يعني نطلع اولاد على خلق واولاد رياضيين، وبعد كده نتكلم في الاستثمار والتسويق وبقيه الشغل. بس احنا يعني الهدف الاساسي عندنا ان احنا نطلع نشا محترم، وان شاء الله ربنا يكرمنا جميعا مع بعض. واحنا كمجلس اداره احنا مبسوطين جدا بالتيم اللي معانا دلوقتي، وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. وانا بشكركم ان انتم موجودين معانا، ان شاء الله يعني نعمل حاجه السنه دي، كل واحد يبقى مركز ان هو يبقى ليه دور، مش عايزين حد مجرد ان هو بيجي بصم وجوده ومشي، لا لازم يكون لك دور، والدور ده يبقى دور فعال، وتسيب اثر، تسيب اثر في الدور ده في اللعيبه اللي انت بتمرنها.
الاجيال. يعني احنا في حاجات بنسمعها كنا مجرد شعارات. انا كنت بعتبرها كده في الناس اللي بتقولها ما بتعملش حاجه فيها. تمام؟ في انديه كتير ناس كانت موجوده مجالس قرارات مش عارف ايه ناس مسؤولين كانوا بيطلعوا يقولوا شعارات. ما بتشوفش حاجه يعني ما بتشوفش حاجه بتاعتها. لكن احنا يا جماعه السنه دي عايزين نبدا النادي ده بان احنا نعمل حاجه تفرق في الكوره المصريه وفي البلد دي. تمام؟ وكل واحد مننا لو هو من جواه عايز يعمل حاجه هيبقى عندنا 50 واحد بيعمل حاجه. 50 حاجه اتعملت. كل واحد ماسك فريق، الفريق فيه 30 لعيب. 30 لعيب دول 30 شاب ممكن يكونوا ايجابيين للمجتمع. لو حطينا جوانا ان في هدف ورساله الموضوع ده مختلف خالص. في نفس الوقت لو عندك مهنة انت بتنجح اسمك يكبر تكسب مفيش مشكله كل ده مشروع بس نحط الحته الاولانيه اللي احنا قلناها ولازم كلنا نبقى يعني هدفنا ومصلحتنا واحده وده خلي بالك هيديك دفعه كبيره غير لما واحد بيشتغل لوحده زي ما احنا اتكلمنا قبل كده مع بعض ان انت ممكن تشتغل كمدرب لوحدك تفضل ماسك الشنطه بتاعت الادوات مش عارف ايه وتحرك ده انا شايف ان انت هتقعد تتعب كتير على الفاضي او هتكسب بس هيبقى المكسب محدود اما لما بتشتغل في من خلال مجموعه ومنظومه الموضوع بيبقى غير خالص الموضوع بيبقى مختلف نهائي وان شاء الله باذن الله نبقى ايد واحده ونبقى يعني على قد رجل واحد وان شاء الله باذن الله هدفنا واحد وربنا ان شاء الله يوفقنا جميعا ونعمل حاجه تاني يبقى هو ده الهدف الاساسي نعمل حاجه تفرق في الكوره المصريه في المجتمع المصري باذن الله وربنا يوفقكم ان شاء الله باذن الله. بنرحب بحضرتك كابتن سيد وبجد احنا سعداء ان شاركنا معاك اليوم الجميل ده. انا اسعد والله قناه الصحه والجمال قناه جميله والاسم حتى هي ليها نصيب في الاسم الصحه والجمال. كنا عايزين نعرف بقى حضرتك ايه الطموحات اللي بترتبها واللي ناوي ان شاء الله تعملها مع الخطوات للنادي وتطور النادي. والله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الاول احنا كنادي ليفلز احنا كان لينا اصلا قبل كده حاجات تانية سابقة أعمال في نفس المجال بس من خلال رعاية لنادي الطيران وكان قبلها طبعا عندنا أكاديميات كورة وطبعا احنا مخططين للموضوع دوت من مثلا 4-5 سنين ولا حاجة فالحمد لله الدنيا ماشية في التخطيط ماشي مظبوط بداية طبعا الدرجة ديت أو الليفل ده يعني إن شاء الله بإذن الله إن احنا نعمل نادي وندخل بالنادي ده درجة رابعة ونعمل قطاع ناشئين محترم ونختار مدربين كويسين يساعدوا في النادي تطوير اللعيبة والتركيز كله طبعا هيبقى على الناشئين والبراعم على إن احنا نطلع لعيبة كويسة تسند معانا قدام شوية لما نطلع لدرجة مثلا زي الممتاز بيه ما نعتمدش ان احنا نشتري لعيبة ونحن برضو من ضمن الحاجات احنا عملنا السنة اللي فاتت شغل كويس في نادي الطيران الشغل دوت يعني ساعدنا ان احنا بقى لنا اسم في لعيبة كتير احنا بقينا نستقطب لعيبة كتير نفسها تيجي على اساس ان احنا عملنا نماذج زي مثلا تسويق للاعبين راحت حد راح الاهلي حد راح فيوتشر حد راح طلائع الجيش فالكلام ده كله ساعد ان اللعيبه كتير عايزه تبقى معانا يعني اقدر اقول لحضرتك بتصنع اللاعب المتميز اللي يقدر يكون دي فعلا دور ممتاز في النادي والله ده من ضمن الاهداف بتاعتنا ان احنا نعمل بالظبط ان احنا نجيب لعيبه ان شاء الله كويسه ونشتغل عليها كويس من خلال مدربين كويسين وان شاء الله باذن الله يعني يبقى لنا دور في ان احنا نعمل تسويق كويس جوه مصر ومن ضمن الخطط ما كنتش عايز اتصرح عنها دلوقتي يعني عشان ممكن حد يقول ده الموضوع طموح بعيد شويه لا من ضمن الخطط ان احنا نسوق لعيبه بره مصر كمان ان شاء الله باذن الله بس واضح ان حضرتك عارف بتعمل ايه بالظبط والله يعني دايما بحاول امشي بطريقه فيها تخطيط وطريقه علميه يعني حتى المدربين كلهم سي في كويس حتى الناس اللي كانوا معانا السنه اللي فاتت كانوا واخدين دورات عاديه كان في دوره معموله من اوروبا هنا بتاعت اسكتلندي فيها رخصه اوروبا دخلت فيها مجموعه المدربين اللي انا عارف ان هم هيكملوا معايا فعارفه انت برضو الاجتهاد لوحده مش كفايه الاجتهاد مع علم مع تخطيط مع طبعا مع لعيبه بقى ان احنا نقدر نجيب لعيبه كويسه ان احنا نقدر نجيب لعيبه
نستنقي لعيبه كويسه ونشتغل عليهم كويس، وان شاء الله باذن الله نعمل نجاح كويس باذن الله. يعني كل التوفيق لحضرتك، وبجد ان شاء الله يكون من اكبر النوادي في مصر والعالم كله، واحنا بنتمنى لحضرتك كل نجاح والتوفيق، وباذن الله اكيد هنلتقي مره ثانيه في حفله اكبر كمان من كده. اهلا وسهلا بحضرتك كابتن. Grazie molto, sono molto felice di essere qua. نورت مصر، ارض الحضاره وارض الفراعنه. Grazie, sono molto felice di essere qua come ho già detto e di collaborare a questa nuova esperienza. دايما ايطاليا من الدول المحببه لقلوبنا كمصريين جميعا، وسعداء ان حضرتك منور دولتنا الجميله العريقه، وسعداء انك هتكون سبب في تطور نادي جديد كبير باذن الله. عايزين نعرف ايه الخطط اللي حضرتك رسمها لتطور النادي. ايطاليا sempre stata uno dei paesi vicini all'Egitto che dà l'aiuto all'Egitto nei vari settori eccetera eccetera, e questa opportunità un club nuovo come Levels, tu come un esperto italiano eccetera, cosa offre a questo club di più come esperienza? Cerco di portare la mia esperienza, la mia professionalità nel mondo del calcio e far crescere più possibile gli istruttori dando tutti gli strumenti necessari a crescere i nuovi talenti egiziani. هو بيحاول على قدر الامكان ان شاء الله هو يجيب الخبره الايطاليه اللي هو اتعلمها على مدى حياته كلها ان شاء الله، عشان يقوم نادي زي ده او عشان خاطر يكبر مع النادي اللي هو موجود حاليا، ويساعد المدربين اللي موجود هنا ان هو يديهم الخبره اللي هو اتعلمها خصوصا الخبره الاوروبيه، وهيحاول بقدر الامكان ان شاء الله يوصل بالنادي لاعلى مستوى ممكن على الوقت القصير ان شاء الله. اهلا وسهلا كابتن، نورتنا ونورت الدنيا كلها. اهلا وسهلا منورنا. سعداء ان احنا النهارده بنشارك معاكم من حفله التدشين. عايزين بقى نعرف يا كابتن ايه الخطط ان شاء الله اللي ماشيين عليها لتطور النادي في وقت قصير. ان شاء الله احنا كشركه، احنا الاول شركه ليفلز سبورتس جروب، احنا شركه شغالين في المجال الرياضي في اكتر من مجال. كان عندنا تجربه السنه اللي فاتت في نادي الطيران، كانت اول تجربه لينا في نادي، الحمد لله يعني ربنا كللها بالنجاح وصعدنا بنادي الطيران السنه اللي فاتت. احنا كان عندنا الفكره من فتره ان احنا يبقى عندنا نادي ويبقى عندنا مقر النادي رياضي واجتماعي. اول خطوه الحمد لله ونفذناها وحطينا حجر الاساس للنادي ليفلز. عندنا طموحات كتير يعني، ان شاء الله هي الطموحات مش هتقف بس هناخدها خطوه خطوه. عندنا يعني الخطوه الاولانيه اللي احنا ماشيين فيها اللي هو الصعود من درجه لدرجه، فهنصعد ان شاء الله، ربنا يستر، ربنا يكرمنا ان شاء الله، ونصعد من الدرجه الرابعه للدرجه الثالثه ان شاء الله. طب حضرتك دلوقتي يعني مثلا بيعتمد على ايه الاختيار مثلا الاطفال اللي لسه داخلين كناشئين صغيرين، هل على المهارات ولا مثلا بتشوف الموهبه اللي عندهم ولا بتبتدوا تصنعوا لسه يعني لاعب جديد؟ احنا في حته انتقاء اللعيبه احنا اول حاجه عملنا اختبارات مجانيه في المكان عندنا. كنا عاملين الولاد ندخلهم ثلاث مراحل، يعني عملنا حاجه كده غير تقليديه ان الولاد يدخلوا على ثلاث مراحل في الاختبارات، بيدخلوا على جزئيه جزء باسنج وجزء مهاري، وبعدين يدخلوا على الميني ماتش اللي هو ايه اللي هو العادي اللي هو بنشوف الولد في ماتش صغير كده في الاختبارات. اول اسبوع يعني جالنا لعيبه ممتازه ولعيبه كويسه جدا، ولسه عندنا الاسبوعين اللي جايين دول برضو لسه عندنا اختبارات. احنا بنختار اللعيبه في اكتر من حاجه يعني، اكتر من جزء يعني، الجزء المهاري، الجزء البدني، اللعيب اللي عنده قوه، فيعني شغالين عليهم وان شاء الله ربنا يكرمنا بقطاع كويس يعني ان شاء الله. كلمه توجهها لرئيس النادي الكابتن سيد عبد العزيز، ده عشره عمر يعني، اخويا وصاحبي بقالنا يعني من عمرنا كله مع بعض، فان شاء الله. والراجل عنده طموح كبير جدا في كل المجالات اللي اشتغل فيها ما شاء الله، بيحقق نجاح فيها، وان شاء الله ربنا يكرمنا في النادي باذن الله. ان شاء الله، وسعداء جدا ان حضرتك نورتنا وكنا احنا مشاركين معاكم، وان شاء الله نتقابل تاني في الصعود باذن الله. شكرا ليك كابتن، ونطلع فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. اهلا وسهلا بيك يا كابتن، نورتنا النهارده في تدشين حفل نادي ليفلز.
ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك، نورتونا ومبسوط ان انا موجود في الحفله ومبسوط ان انا من ضمن الناس المؤسسه لنادي بيراميدز. احنا سعداء ان حضرتك منورنا ومنور برنامج محور اهتمام وقناه الصحه والجمال. عاوزين نعرف بقى ايه المميزات اللي بيتميز بيها النادي عن اي نادي تاني؟ والله البدايه مختلفه في نادي ليفلز عن الانديه الثانيه، بدليل ان احنا تقريبا اول نادي في مصر يبدا الكيان بتاعه، اول ما يبدا يعمل اختبارات مجانيه، لان الهدف ان هو يختار المواهب اللي تقدر تخدم الكره المصريه، تقدر تخدم قطاع الناشئين في النادي، المواهب اللي هي هيكون عليها امل كبير، بدليل يعني احنا المطلوب مننا الفتره دي ان احنا محتاجين نعمل قطاع الناشئين قوي يخدم الفريق الاول، يقدر بعدها بالخطوه اللي بعدها انه يقدر يخدم الكره المصريه. ليفلز بالنسبه له في مرحله البدايه دلوقتي، كل الناس اللي موجوده ناس مبسوطه ان هي موجوده معانا، يعني السيفيهات اللي موجوده بتاعت المدربين اللي موجودين، مدربين معظمها دوري ممتاز، حاجه محترمه بصراحه، وكلنا مبسوطين ان احنا موجودين في النادي. كلمه توجهها لرئيس النادي؟ بصراحه ربنا يكرمه على قد تعبه وعلى قد مجهوده، الراجل مش بيبخل علينا باي حاجه، سواء ماديا معنويا، كل حاجه محتاجينها بصراحه موجوده، ودي نقطه اختلاف كبيره بينه وما بين الانديه الثانيه، وان شاء الله ربنا هيكرمه وهيكون حاجه كويسه باذن الله. معنا كابتن حسام مني نائب المدير الاداري بالنادي. كابتن حسام نورتنا النهارده، اهلا بيك، متشرفين بحضرتك جدا. عايزينك توجه كلمه لرئيس النادي في اليوم الممتاز. والله ببارك الكابتن سيد عبد العزيز على المنظومه الكبيره ديت، واحنا كلنا ايد واحده على قلب راجل واحد، ان شاء الله نحاول نقدم حاجه السنه دي محترمه تليق بالكيان ده. بشكر حضرتك جدا ونورتنا. ومعانا كابتن عبد الكريم نصار، نورتنا يا كابتن ونورت الدنيا كلها، وسعداء ان احنا النهارده كنا مع حضرتك في التدشين. ربنا يخليك يا استاذه دينا، والله حضرتك اللي منورانا ومشرفانا، وباذن الله يبقى في حفلات قادمه بامر الله بالصعود وتبقى حضرتك متواجده معانا ومشرفانا باذن الله. الله يخليك. عايزه بقى حضرتك تعرف المشاهدين مين كابتن عبد الكريم نصار. انا عبد الكريم نصار، انا مدير اداري للنادي ومسؤول التسويق والتعاقدات في النادي. لا ده حاجه مهمه جدا، يعني ده بوزيشن اهم حاجه في النادي اصلا بعد الرئيس طبعا. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. طيب حضرتك شايف ايه التطورات اللي ممكن يعني بتسعوا ليها حاليا للنادي؟ احنا 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 او خططك انت شخصيا؟ هو انا خططي هو جزء التنفيذ بتاع ايه؟ بتاع اداره الايه؟ اداره مجلس الاداره. كابتن سيد عبد العزيز راجل طموح جدا، راجل طموح بيفكر دايما لقدام. كابتن سيد مخطط ان هو باذن الله، باذن الله في خلال 4 سنين باذن الله يبقى في الدوري الممتاز وبينافس انديه القمه. عايز يخلق كوادر للكره المصريه بجد، يشتغل عليهم بجد بالامكانيات المتاحه للنادي، من ناس متخصصين في الفيتنس، من ناس متخصصين في الكوره، من ناس متخصصين في 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 كمال الاجسام نفسه اللي هو الجيمات الخاصه بيه، بيوفر كل الدعم المعنوي والمادي لكل فريق العمل اللي شغال. اختار فريق عمل ممتاز جدا، انا شايفه من افضل قطاعات الناشئين هتبقى في مصر، اسامي كبيره، اسامي محترمه، ناس بتشتغل بشكل تربوي على الاولاد، شغالين. احنا من بدايه الشهر شفنا نتائج ممتازه مع الاولاد. معانا المدير الفني الايطالي، راجل ما بيبخلش على اي حد في القطاع باي معلومه، باي خبرات، جاي ينقل لنا خبرات. كله بيشتغل بقلبه. احنا بنشتغل عشان المنظومه تنجح. انا ببارك لينا ان احنا جزء من المنظومه، ببارك لينا ان احنا دلوقتي كنا حجر اساس في منظومه ليفلز، اللي ان شاء الله بعد 3-4 سنين هيبقى اسم كبير جدا في الكره المصريه، وهتيجي تعملي معانا لقاء باذن الله ساعتها واقول لك احنا فاكره لما كنا من 3-4 سنين كنا ايه ودلوقتي بقينا ايه باذن الله. ويكفي ان حضرتك من ضمن فريق العمل، فدي حاجه خلتنا اصلا نتفائل كمان ان شاء الله في الايام اللي جايه والسنين اللي جايه. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. احنا بنحاول بقدر الامكان بنشتغل في صمت، عايزين نشتغل في صمت. هو كاب سيد حتى بيشتغل اكتر ما بيتكلم. وجه رساله بقى كابتن سيد. انا والله شهادتي مجروحه فيه، انا مش عايز يعني الموضوع يوصل لتملق ان انا الناس هتفتكره كده، بس انا فعلا بعتبره اخ كبير، بعتبره راجل محترم جدا، راجل طموح وبيحب يشتغل على نفسه جدا. ربنا يفتح عليه في 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 افكاره وفي شغله، يحاول دايما الناس الكوادر اللي هي قريبه منه يحاول يغذيها، يحاول انها تكبر، فده شيء مش موجود دلوقتي، فربنا يوفقه بامر الله وتبقى بدايه خير لي ولينا جميعا بامر الله. نورت منك محور اهتمام وقناه صحه وجمال، والنهارده احنا سعداء انك مشارك معانا الاحتفاليه الجميله دي. عايزين نعرف بقى دور حضرتك والخطوات اللي ان شاء الله مرتب ليها في النادي. ان شاء الله احنا الخطوات اللي احنا مجهزينها، طبعا كنا اتفقنا مع الكابتن سيد عبد العزيز رئيس مجلس اداره النادي،
هو كان عاوز يشارك بفريق ناشئين في قلب الدوري، فاحنا اقترحنا ان دلوقتي ان احنا نشارك بالفريق الاول عشان احنا نشارك قسم ثالث في الاول. هنشارك في خلال سنتين بامر الله يكون عندنا طموح ان احنا نبقى في الدوري الممتاز عشان يتطبق دوري المحترفين على الدوري المصري كله، ان كل فريق في الدوري الممتاز لازم يكون عنده فريق كره نسائيه. طب شايف ايه المميزات اللي في النادي اللي بتميزها عن اي نادي تاني؟ بصراحه توفير الامكانيات كلها، كابتن سيد بالمنظومه كلها موفرين كل الامكانيات للكره النسائيه، مش عايز اقول الكره النسائيه بس، لقطاع الكره كله بصراحه كله ان شاء الله. معانا كابتن تامر سيد مدير فني الفريق الاول النهارده بيشاركنا في الاحتفاليه الجميله. اهلا وسهلا كابتن، ازي حضرتك؟ حضرتك اهلا وسهلا، منور الدنيا ومنور برنامج محور اهتمام. الله يخليك. عاوزين بقى نعرف ايه الخطوات اللي حضرتك ناوي ان شاء الله يعني تتبعها في النادي، ومميزات النادي عن اي نادي تاني. هو مميزات النادي عن اي نادي تاني ان معظم الانديه في مصر بيبقى البلان مبني على الدرجه الاولى بس، يعني انا باجي اشتغل في نادي هو بيبقى عباره عن مشروع. مشروع لما انا بقعد مع مجلس اداره بيبقى مجلس اداره ليه فكر، ليه امكانيات، القدره بتاعته ان هو دايما تركيزه على الدرجه الاولى، بيحاول يصعد لو هو درجه رابعه يحاول يصعد ثالثه او يحاول يصعد من درجه لدرجه. الفكر عندنا مختلف، يمكن احنا عندنا اونر هو كابتن سيد عبد العزيز، الاونر هو اساسا كان لعيب كوره، ففكره الانفستمنت بتاعه مش مبني على الجزء ان انا اجيب لعيب او ان انا ايد لعيبه مقابل مادي واحاول ان انا اعمل البروفيت بتاعي بالطريقه دي، لا هو ابتدى يشتغل على شكل مختلف شويه او شكل اوروبي شويه. احنا كنادي الامكانيات الحمد لله متوفره بشكل كبير، ركز هو على الجانب البشري في المقام الاولاني، مجموعه مدربين على مستوى عالي، بيشتغل على تو لاين، اللاين الاولاني طبعا ان زي اي نادي فمركز الجزء الاولاني طبعا للدرجه الاولى، ان احنا ان شاء الله اول موسم لينا نحاول نصعد والسنه اللي بعديها ان شاء الله ربنا يكرمنا ونبقى في الممتاز بيه. الجزء الثاني هو بيشتغل على حاجه معينه، ان الناشئين ما يشتغلش على فكره ان انا اجيب لعيب وابتدي استثمار ان انا اخد منه فلوس عشان ايده، لا هو بيشتغل على حاجه تاني ان هو يحسن اختيار الاولاد الصغيرين، الولد يبقى عنده طموح يبتدي يشتغل على تطوير مستواه، يبتدي الولد بعد كده يفيد الكوره، يبقى البروفيت بتاعه نتيجه تسويق اللاعب نفسه سواء كان في نادي جوه مصر او في نادي بره مصر. وفي نهايه حلقتنا برنامج محور اهتمام معكم الاعلاميه دينا موسى ومقدمه برنامج محور اهتمام قناه الصحه والجمال، والنهارده كان يوم مميز جدا جدا، وفي ختام اليوم كلنا بنوجه رساله مباركه وشكر وتقدير، وباذن الله نتمنى لهم التوفيق ونتقابل المره الجايه في الصعود. كباتن كلهم معانا، كلمه كبيره بقى لرئيس النادي. التوفيق ان شاء الله. كله بالتوفيق، كل الشكر والتقدير ليهم. اسالوا كل الناس منهم